كبير لتدار المصالح. شوف ما تسناوش عطاكم اسماء، ولكن كاين حالات، كاين مستشارين معنا في مجلس المدينه، خلي شنو كاين في المقاطعات، عندهم ملابس لي بابينيير ديال الجماعه، كاين مستشارين اللي عندهم محلات في اسواق جماعيه، كاين عندنا مستشارين اللي عندهم كاروات سوق الجمله، كاين مستشارين اللي عندهم فضاءات رياضيه بلا ما نسمي لي باش ما تمشيش نتوما لجهه وحده فهمتي، كاين كثار ماشي واحد. ايوا هذا راه كنظن بانه السلطه هذا دورها، وبحال المثال اللي عطى السي محسن في البدايه، واحد جدو كان كرا واحد من جدو 80 عام هذا الله يرحمه، كرا واحد المحل عند واحد الجماعه في ذاك الوقت، هو الله يرحمه وباه مع الورثه كيعطيو ما عندهم علاقه بالمحل، والقياد قال ليه سيك سيك فيك عزلوه، وهذا سيدي عزلوه كاين مش، ولكن الحالات اللي من هذا النوع شرطيه من باب اولى.